برشا مجهود. دونك التشكيله بن سعيد العابدي، فاليري مريح الطالب العدوني، سخيري بن سليمان العاشوري، جزيري رفيعه. لا جزيري ورفيعه واضح. امين يرتح يوسف معناها قدام. انا اصلا حتى في التشكيله وي هاي ما نعرفش، عندي سؤال حتى للاولاد اللي كان يسمعوا فيكم يسمعوا فيا الكل. نحب نسال لو كان مرتضى بن ونس كان موجود شكون باش يكون معناتها؟ هل كان سيف الجزيري معناه نعرفوه اللي هو جاء من كان مرتضى بن ونس؟ لهنا ما نحسوش اللي كانوا فما بعض الارتجال او بعض اللخبطه معناها في حتى في الاختيارات. جاوبوا انا اي هي هي اللخبطه من الاختيارات من الاول. نحب انا نتساءل على لاعب لعب في كاس العالم ولعب زوز مقابلات كبار اللي هو عصام الجبالي، علاش ما عيطلوش؟ اللي يلعب ينشط في اليابان بطولة محترمة جدا، وعصام شفناه في آخر كأس عالم يظل يقدم زوج مباريات على الأقل متاع الدنمارك وأستراليا، كان من أحسن اللاعبية. مش موجود جملة على مستوى الظهير الأيسر. نحن عندنا زوز تو معلول والعابدي نجموا على مستوى مثلا زوز نجم يلعبوا في الهجوم ويلعبوا دفاع. بالنسبة للعليمين عندنا كان كشريدة نجم يشارك في الهجومات، يعني ظهير أيمن هجومي. بالنسبة ليان فاليري يلعب أكثر دفاع، ويظهر لي نحن حشتنا غدوة بلاعب باش يلعب على الرواق الأيمن ويساند ياسر الهجوم. إذا كان ماهوش باش يلعب كشريدة يعني واش تحط يان فاليري باش يلعب دفاعي؟ ونحن حاشتنا بلعب، لان قوه الفريق والا الضعف نتاع الفريق الجنوب افريقيا نجموا نلعبوا لهم على اليمين، لان هما قوتهم على يمينهم، هما يسارهم ما يشاركش برشا في الهجومات لانه عنده بيرسيتا وعنده لاعبين اخرين اللي هما في الهجوم قويين برشا. كان من المفروض مثلا فما لاعب شاب انا الزعلولي نتاع النادي الافريقي كنت نتمنى يكون موجود، لان كان عنده ساعه مستقبل كبير وعنده امكانيات كانت تنجم تعاوننا في المقابله نتاع غدوه. يعني هذا اجابه على كلام على اللخبطه ولا على الاختيار وحسن الاختيار، يعني هي في حد ذاتها الاختيار نتاع المجموعه اللي مشات لكاس افريقيا يظهر لي ما كانتش مدروسة وما كانتش مضبوطة، وفما يعني ناس ملاعبية كانت تنجم تجي وملاعبية ما كانتش تنجم تجي. الاختيار شكون يختار ما نعرفش، لكن الاختيار مش صايب حسب رأيي. هذا من مدة هكا. والكلام اللي قال وليد أنا معاه، ستابيليتي متاع الدفاع حتى كان ملاعبي ما لعبش مليح ما نبدلوش، لأنه ستابيليتي باهية وباش يحس الملاعبي. البارح بن شريفية اش قال لنا؟ قال انا حضرت الكوب دافريكي كل ماتش جول، قال ثلاثه فقدنا الثقه، ولينا كل جول راك باش تغلط غلطه تتنحى، رانا راهو افهم غلطه تتنحى تولي حتى انت كره ضيعها كما جوين. راهو نتكلموا مش نقلوا من قيمه، انا ديما نتكلم من منطلق مهاجمين خاطر نعرف اش معناها مهاجم بوست تري سونسيبل، بريسيون كبيره عليك. شنو اللي كريتير اللي استدعيت بهم المهاجمين؟ علاش كان انت مقتنع ملول بالكل بسيف؟ تو كيما انا نتمنى غدوه، انا شخصيا نتمنى غدوه سيف يبدا المباراه خاطر نعرف لي كاليتي نتاعو، شفناه في الكوب دافريك في يوم ما كانت البصمه نتاعو موجوده والناس الكل يعني كوب دافريك وكوبارا يعني الناس الكل قالت انه الامكانيات ظهر لنا الامكانيات الكبيره برشا وكانوا يعولوا عليه انه مش يكون مستقبل في سامح لي. هو هو نحى بن والناس في كاس العالم وتو رجع زعما بن والناس ونحى سيف وبعد رجع سيف خلط معناتها المهاجم اللي نحى سيف بن والناس رجع سيف رجع جبيني. احنا كي نتكلموا تروازيام اتاكون من المفروض جبيني الاول نورمال جبيني هو الاول ثم سيف. انت مع العلم انه سيف يضيع برشا زاده ماهوش احنا نتكلموا راهو نوفل تعطي لازمك تعطي احنا كان جت الحقيقه نحب نحكوا عصام الجبالي هو احق من ثلاثه مهاجمين اللي الموضوع هذا في نقاش راهو في اختيار اللاعبين. ورياض توا حكى نقطه حساسه، توا انت تعيط للملاعب تلعبوا في كاس عالم وتلعبوا في الدوره هذيك نتاع كيرين وتلعبوا في مباريات مهمه بعد جيت ناحيه كوب تستدعاه، يعني تمن بامكانياته وانت سيليكسيونير باش تستدعي لاعب تمن بامكانياته. باش نحكي لك على المهاجمين توا باش نجست نحلوا نقاش صغير في 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 وقت قصير. من بعد الجبالي وقع التخلي عليه علاش؟ علاش؟ بون
يقول لك اختيارات باهي، انت علاش جبت ولعبته تيتولير مالا في الدنمارك؟ عطيت لعب ولعبته تيتولير في استراليا، عطاه مردود يا اخي، هو لعب والناس تتفرج. بعد ما عيطش الجزيري وعيط للجويني، من بعد نحيت بن وناس بالرسمي، راهو الكلام صحيح. بن وناس كي رجع الجزيري تبعني نوفل، كي رجع كي جا الجزيري بلاصه بن وناس، بن وناس اول ماتش الجزيري في القرادة لعب الخنيسي تضرب تخلى الجوين، ومن بعد صار رجبنا الجزيري حطيناه معناها في البنك، اهتمينا به والجويني ما عادش فما تفكير باش نشاركوه. الور كو كي عيطت انت للجويني خاطر هو من احسن المهاجمين في البطوله ويهدف، شو يهمني انا في الامور النفسيه ويلعب تحت الضغط وفوق الضغط. اما لا مش لاعب مهاجم عيطت له انت تمن بامكانياته لعبوا يا خويا هذا ايش اي اما مع خط الكره زاد ضايعها واللي صحيح. لا لحظه اما ولكن انت الاكزامبل اعطيته على كشريدة بار اكزامبل، عمل كنترول ما ناحيهوش وهذا هذا ما على كره هذول اللي ضايعها ما تسمى الغرور. لحظه يا خالد تتمن بلاعب راك تمشي معاه في اسوء حالاته باش تساعد اخي واخي بحاجه تبدا ما تمنش به يعني تلعب وانت مش مقتنع اقل حاجه حتى كان يمارك يتخرج اسمعني واخي بحاجه انه اللاعب ما يحسش انه محمي المدرب ثقه المدرب فيه، اذا كان ما يثقش في المدرب ما يثقش في ملاعبيه بطبيعه الملاعب يولي ما عادش يثق، ما تنتظر منه حتى ما عادش يثق في المدرب نتاعه ويولي يخدم مخه على على المدرب ويولي ما عادش. اذا كانت تكون ازمه نتاع ثقه راه مستحيل تكون مجموعه طيبه ومستحيل نعملوا حاجه وربي يبارك لنا باش نكونوا واضحين. واضح طرق انا نحب نتعصف شويه على الاولاد، ولكن في انتظار اعتبار انه عندنا غدا ماتش وغدوه كان نربحوه نترشحوا نحاولوا نكونوا شويه معناتها في الاتجاه الايجابي ونقولوا عندنا ثقه في الاولاد الكل. كلامكم على راسي وموافق. ليه ثقه موجوده احنا على جيستيون انا موافق في في في, في اغلبيته، ولكن اعتقد توا خلينا نبثوا شويه معناتها روح تفاؤل. لا خطأ انا معاك توا غدوه طارق خاصه لما في صدور لانه نشوفوا نحن باش نقيموا مردود الفريق المنافس ونحكوا على نقاط قوته اللي هي تتمثل في نمره 23 ونمره 10 ونمره 4 وعندهم لاعبيه وكذا، يلزمنا باش نلعبوا لهم ونقفوا لهم بالشكل المثالي اللي نحن باش نحدوا من خطورتهم وباش نلعبوا زاد على نقاط قوتنا، لان احنا اذا كان ما نلعبوش بالطريقه هذه كيفاش باش نربحوا المنافس هذا ونحن ماناش دارسينه بالباهي وماناش فاهمينه؟ يعني هذه شنو سؤال نبداها بخالد، ولكن كلامكم تيوريكمون صحيح 100% ولكن لي زاتاكون اللي عندنا معناش نصيري معناش بونجاح معناش مصطفى محمد، يعني شفنا تو بونجاح هاو في المقابل تو هاو نازع، يعني معناش لاتاكون الدليل انه العب المساكني اتاكون معناتها لحظه نبدا المدرب شوف معناتها بصراحه باش نعذروا شويه المدرب راهو يلوج بون جبالي ما عيطلوش انا معاك شنو تعذر المدرب انه ما عندوش مدرب باش تعذر تحط لاعب وسط ولا لاعب رواق على اليسار تحطه مهاجم هكا ظلمت اللاعب انت سالي الحكي. شوف الفرق الكبيره نتاعنا نادي الافريقي ترجي النجم الساحلي نادي الصفاقس شوف المهاجمين نتاعهم شوف المهاجمين نتاعهم تفهم ما فيش مهاجمين في البطوله ما عندناش الجمهور التونسي انا توا حتى ميساجات وصلوا ما عندناش المهاجم اللي كي تجيه الكره الجمهور واثق فيه يا ودي وينو المهاجم تحكي عليه انت سيارة. اي فوالا معناتها تحكي لك على البطوله نتاعنا الاربعه اللي يلعبوا دي زيترونجي ما تنجمش تستغلها فهمني معناتها الجزيره عندك مهاجم في الكويت ومهاجم في اليابان اي بونجاح في السد عادي اي اي اما في الزمالك اما ما عندناش نقصد ما عندكش واحد في سيفي وما عندكش فهمت في برشلونه يعني الكاليتي هذاك اش عندك علاش بغداد ما جاش فتره تشكيك فيه ولكن الانترونور قعد معناها مسجل برشا هدف في الدوري هذه مسجل برشا هدف في الدوري هي لكن وقت اللي عادي راهو يا نوفل راهو لا انت لعبت في برشلونه لا جزيري لا سانتوس مثلا ومهاجمين توانسة عندهم فيهم ثقة اليوم ويا ربي سامحونا وفي صعمان خل نزربوا باش ما نشكوش بجاه ربي ما عنيش المهاجم اللي كتجيه الكرة نفرحه لا لا كي تجيه كرة باهي ينجم يسجل الجزيري ولا غيره راهو يكونوا واضحين انت ماهوش باش يضيع مثلا فرص 100% يعني فهمت كيف انت تحكي على الفالور تحكي على الفالور نتاع الملاعب رياض لعب مع زياد ولعب مع سانتوس في الفترة هذيك انا تبعتهم ما لعبتش معاهم زياد الجزيري ملاعبي معناها عنده روح كبيره وكومباتيفيتي كبيره ماهوش بيتور راهو زياد الجزيري اما ملاعبي يخلق لك دونجي على الماتش الكل يهبل الديفونسوريت يعرف كيفاش يطلب يعمل ديزيكيليبر في الكيل صحيح
ويعاون وسونتوس هو البيتور، علاش تكاملوا هم؟ العباد قعدت واقفة غادي، أنا واحد من الناس كي تسألني ما نجمش نقول لك احنا فما مهاجم توا معناها في الوقت هذا، حتى الناس اللي لعبت معايا ممكن أجانب كيما فتنفعل مع وليد، أما توانسة ما فماش واحد جزيري وسانتوس زياد ولا سانتوس كانوا يلعبوا بثقة كبيرة راهو كانوا عاطينهم ثقة كبيرة زادة. أنت تو ثلاثة من المهاجمين اللي عندنا نحن، إذا كان أنت ماكش عاطيه ثقة وأنت هذا كل ماتش تنحيه أنت ماكش هذا وتعيد أنت ما هزيتوش. أنا نحبه هو يبين خطأ المدرب مثلا غدوة يلعب ماتش كبير ويسجل هدف ويربحنا وكذا وكذا ونحكوا عليها عبارة طرفة. شفت كي غاب رضوان بن الناس هز الجزيري، الجزيري هو اللي ربحنا مثلا. أنا نحب أن الجزيري يركز مقابلته هكا وماذا بيا هو يخمم باش يكون من أحسن لاعبيه يعني ان شاء الله نرجعوا غدوه حشد نسجلوا الاهداف.